القدر. عندنا مشكل ديال هذا السيد، حنا كلشي ما خدامش، كل واحد وظروفه، كاع الاباء واقفين. هاد الجائحه هنا كاين حجر صحي، يعني من الدوله راه قاسم قاسم في ديورنا، الشركات خدامين، القطاع الغير مهيكل ما خدامش، هذا كان الله في عوانه اكثر من هاد السيده هادي راجلها في قطاع غير مهيكل، ياك دار السيده نهار 14 في رمضان مهرس في السلسول ديال الدار، داير عمليه راه بوراقيه راه بسكانيرو راه جات عنده بوراقها، عندها الشيك كدفع عليها الشيك ديال شهر افريل، السيد عنده حتى مهرس حتى من الحوض، الطبيب ملي كيجي عنده خاصو 250 درهم في النهار باش يبدل ليه، باش يقاد ليه، باش يدير ليه الدواء. هاد السيده منين غتجيب؟ ودفعتي لها الشيكات ومازال عنده شيكات اخرين، يعني مازال غير قايدفع لهاد السيده. هاد الشيكات باقي جوج شيكات، كانوا سته ديال الشيكات خلصنا اربعه باقيين جوج، ودابا في هاد جوج هذا راجلي راه دار اكسيدون، راه طاح من الشركه، راه مهرس من السنسور، يلا دخل بيومين يخدم طاح من الشركه، يعني ما خدمنا ما حتى شي حاجه، يلا بيومين نهار 13 في رمضان، نهار 14 في رمضان، نهار 14 في رمضان طاح من الشركه، تهرس من السنسور ديال الدار، مهرس من يده، مهرس من الحوض ديالو، يعني راجلي بحال اللي في الكلينيك وانا عاد عندي في الدار بالناموسيه ديال الكلينيك بكل شيء. انا السيد دفع لي الشيك في شهر اربعه وانا ما عنديش ورجع ليه، دابا باقي عنده جوج شيكات كي غادي يدير معايا كنسول، ما هدتنيش ودوينا معاه قلنا له علاش دفعتي الشيك، قال لك ما شاورتوش معاه ما قلتوا ليش ما تدفعوش، ولكن انت كتشوف الناس ما خداميش ودافع الشيك ما يمكنش، يعني خصو يعيط عليا ويقول لي واش ندفعو ولا ما ندفعوش، ماشي يدفعو هو عاد يقول لك علاش ما قلتي ليش. دابا انا الراجل ديالي مريض وفي الفراش وما عنديش كي غادي نخلص، هو اللي خدام علينا، انا ما خدامه ما حتى شي حاجه. وبالنسبه لولدي، بالنسبه لولدي مدخلاه بالوراق ديال الطبيب عندهم، ولدي عنده مرض ديكسليكسيا، عنده صعوبه في القراءه، يعني في هذا الحجر الصحي ولدي كاع ما قرا، ولدي في الحجر الصحي ما قراش. انا كنطلب يعفي عليا داك الشيكات يرد ليا الشيكات ديالي، انا راجلي ما عنديش اللي غادي يجيب، اصلا الدكتور عطاه 3 شهور دابا مينو 3 شهور عاد نشوفهم 3 شهور اخر شنو غادي يدير. المشكل اللي عندنا هو اننا حنا بصفتنا مجموعه اولياء تلاميذ مؤسسه الخصوص الطموح الخصوصيه جينا نطالبوا بالاعفاء. علاش الاعفاء؟ لانه في 3 شهور ديال الجائحه وديال الظروف الطارئه والاستثنائيه اللي كيعيشها البلاد، فالناس بزاف فقدوا العمل ديالهم، وحتى اللي ما فقدش العمل ديالو راه تخصمت ليه واحد، يعني نقصت ليه واحد النسبه كبيره من 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 من, من الاجره ديالو، بمعنى انه كاين واحد العجز، عجز مالي، كاين واحد الضرر الاقتصادي والاجتماعي الحق بهاد الاباء والاولياء التلاميذ. كاين مساله اخرى انه كيطالبنا ندي واحد 50 ولا 30%، ما عندناش استطاعه. علاش؟ لانه كاين اولا واحد الضرر، وكندخلوا في مساله جبر الضرر النفسي والصحي ديال الوليدات في ظل واحد المسمى بالدراسه عن بعد. الدراسه عن بعد ما عندهاش واحد الصفه قانونيه اصلا، لاننا حنا ما تشاورناش كشريك اجتماعي وتربوي للمؤسسه، يعني انها تفرضات علينا بالطرق اللي بغاه هو. ثاني حاجه انها الضرر كيتمثل في الجانب النفسي ان التلامذ ولا معصبين، الجانب الصحي ان وليدات عندهم ضرر في العين ديالهم كيخلي لهم واحد التاثير سلبي على الدماغ، وهذه بشهادات طبيه وصحيه ماشي من الدوات ديالنا، بمعنى اننا كنطالبوا بالاعفاء الكلي 3 اشهر ديال الجائحه زائد جبر الضرر والتعويض عن الضرر اللي لحق لينا حنا ووليداتنا. هو متعنت، طالبنا اننا نتحاوروا معاه في واحد جلسه حوار ومناقشه، هو تعنت قال لنا حنا عندنا ظروف قاهره وانا خفت من الكورونا، وحنا ما خفناش من الكورونا، والصباح هذا حنا شنا هو داز. اذا هذا التعنت ديالو، لجأنا لهذا الاسلوب هذا ديال 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 التجمهر بظروف الحجر اللي معروفه. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.